قريب نسى لا سيدي محمد اش داكشي عاوتاني خلينا نديرو الكواليس نهار الرجاء كتجيب كاينش اش من داكشي عاوتاني كنقول لك في الكواليس كنقول لك دابا هذا 7000 وهذا كان بالسلف هي 13000 ريال دابا شحال غنديرو ليه خل كلشي على المباشر خاص محمد قول لينا شحال غادي دير لا مباشر كيبان لي داكشي لا شوف راحتك هو راحت الكليان مهم منينا بالنسبه لينا حنا سيدي صور لينا ودرنا الهوته يلاه صافي سيدي شوف كيبكم على الثمن دابا لا ماشي ماشي الاخر صافي خمسه هما دابا درنا لهم واحد باك ميني باك ديال الجلابه بجوج بهم هادو راه قلت لك غادي تقاموا عليك 13000 ريال ودابا غير 7000 ريال بجوج بهم 350 درهم يعني 50% واك واك الحق واش ما تشي عاوتاني ثمن واحد بجوج ثمن واحد واحد هذا كريب دو سوا دوبل فاس ام خيمي وهذا كريب بالسقلي كريب زاز بالسقلي يعني جوج جلالب وجلابه الحضور ولا جلابه مساهره ولا ديري قفيطين عاوتاني والعوارج متر ونص على متر ونص والثمن ديالو كيف كتشوف اسمح من نهار على نهار كيفاجئنا ما دخلت من العيد سخون اخويا داكشي اللي كيبان لي اصلا كنديروا ليكيداسيون دابا على حساب السلعه السخون ان شاء الله يلا نزلت في الديبو كيقدوا فيها بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الكشمير بريسيوزا ولا لوروبيانا راه كاينه وصلت ما كنوصلش الدور ديالها دابا غالبا كنخدموا دابا في لي سولد باش كنخويو المحل وان شاء الله نحطوا لكم هذيك السلعه ولكن اللي بغاها راه كيجي المحل ياخذها واللي بغاها راه يدوز التليفون وياخذ بريسيوزا ما كاينش مشكل دابا حنا مركزين على هاد الهوتات هادو دابا باش نخويو الستوك يعني هنا راه ما كاينش الربح اكثر ما هو غير يعني ما الا قلنا لكم كيلو خسران ولكن الحمد لله معكم ما عمرنا غادي نخسروا شي حاجه كنربحوا الدعم ديالكم التعليقات ديالكم واحد الملاحظه واحده اخرى بزاف ديال الكليان كيقول لك هذا راه المحل ديالنا حنايا كنشوفوا شي حوايج ما كيعجبوناش خصنا ندويو اي من حقكم مثلا هاد السيمانه نايض ضجه على قبل على حساب شي درنا اشهار مع شي وحده وما ما عجبهمش الحال الكليان ديالنا حنا كنقولوا لكم حنا ما عمرنا درنا الاشهار ولا خلصنا شي ريال حنا الاشهار ديالنا الحقيقي هما نتوما ولكن راه كيجيو عندنا هذوك الناس هما راه خصنا نخدموا معاهم حنا محل ديال التجاره هذا اللي جا جاني با غادي نخدموا معاه ما يمكنش لينا نجريو عليه حنا كنقلبوا على الخبز والتجاره الطبيعه ديالها دايره بحال هكا اي واحد جا شوحه في وجه الكل اي واحد جا يعني عذرونا حنا راه ما هكاش حنا كنعيطوا لهم ولا كنطلبوهم ولا كنقول لهم اجيو ديروا لنا الايصال تاع كليان عادي كباقي كليان وتنتوما اي كليانه تاع المحل راه مفتوح يعني اي كليانه اي كليانه كما كانت تبغي شي دوزي صوري فيديو مع رميسه مرحبا بك اختي علاش لا اجي عندك قناه بغيتي تسجلي في عند رميسه ما عمرنا ردينا شي حاجه انتي تشهيتي بغيتي قال لك قلت لك غنمشي ندير فيديو مع خوتي مع الدراري خوتي غادي ندير فيديو انا تخديت مع عند رميسه صوروني مرحبا الف مرحبا وشوفي ديك الساعات واش غادي نقولوا لك لا ديك الساعات تعرفينا واش فعلا هاد القناه ديالكم ولا لا اي واحد بغى يصور بغى يدير فيديو هنا يجي مرحبا به تما من الصغير للكبير ما عندناش مشكل المحل راه مفتوح للجميع وها هي الهوتات ها هي باش نرضيكم اكثر عاوتاني ها انتوما باش تزيدوا الدعم اكثر والجيم والبارطاج ها هي الهوته ديال 13000 ريال غير 7000 ريال راه هذا سمع محمد الحساب تدير دو بيس هذا ماشي غير دو بيس دو بيس يعني واحد النهار هذا على الاقل كل واحد فلوسيه بوحدو هذا غير صدر عالمي بالنسبه ل يعني كل واحد مختلف هي السلعه وانا دابا انت ملي دويتي بحال هكا كان غادي نزيد واحد لوبسيون واحد اخر من وين انت بعد احسن واش لبسها مجو حياتك السي العالمي والله انت كاين شي حاجه دابا هذا ما السي العالمي انت بحال جاوك بحال تقالين على دو بياس حنا باعين لك جوج بياسات هي دير بهم اللي بغات هي تعطيه واحد لختها واحد لصاحبتها ولا كاع نزيد واحد لوبسيون واحد اخر اخويا العالمي ها انت تاخذ له اللي بغات في هذا وتاخذ له اللي بغات في هذا صافي دابا مزيان واش سالت لينا 350 درهم بغات تاخذ ديكرادي بحال هكا راه تاخذ ديكرادي اييه انا باش نشوف نوصل الشرح اخر على انا راه انسان معقول على كل ناس لابيه انا مرحبا مرحبا بالصحه والراحه تحطها وتعاودي ان شاء الله